السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في حاجة مهمة جدا جدا جدا، وكلمتين كده صغيرين في بداية الفيديو لازم تعرفهم. خلال 20 يوم أنا هخليك تحقق 4000 ساعة مشاهدة. متروحش بعيد، كمل الفيديو للآخر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ ايوه، خلال 20 يوم هخليك تحقق 4000 ساعة مشاهدة. هنتكلم كده باختصار شديد النهاردة للي لسه مبتدئ جديد على اليوتيوب، للي لسه عايز يفتح قناة جديدة على اليوتيوب عشان يحقق دخل من اليوتيوب، يتفرج ويشاهد ويحقق فلوس كمان. مبدئيا يا شباب، احنا هنحط يعني نقط صغيرة كده هنتكلم عليها، وهديك ادوات تتعامل عليها عشان ما تتشتتش. المشكلة عندك في الاول وفي الاخر هي التشتت، ان انت كل يوم بتشوف فيديو بحاجة شكل، بتطبيق شكل، برنامج شكل، عمال محتار تعمل ايه. فانا مبدئيا قلنا هخليك تحقق 4000 ساعة مشاهدة دول في 20 يوم. ايوه، في 20 يوم، تمام. واحنا قلنا مبدئيا ال 4000 ساعة مشاهدة دول هم اصعب شرط من شروط تحقيق الربح في اليوتيوب، وال 1000 مشترك اوتوماتيك بعد كده هيقولك، وهنقوله هنعمل فيهم ان شاء الله بامر الله، واحنا بدانا نتكلم في الامور دي. لكن انا اللي يهمني دلوقتي هو الشرط الاصعب، تحقيق الشرط الاصعب من شروط الربح من اليوتيوب، وهو ال 4000 ساعة مشاهدة. مبدئيا يا شباب، اللي لسه جديد في الموضوع ده واللي لسه عايز يفتح قناة على اليوتيوب لازم يعرف هو بيتعامل مع ايه. هو بيتعامل مع اليوتيوب، واليوتيوب بيتعامل مع ايه. انت في اضلع صغيرة كده، انا قعدت يعني الخص المواضيع دي كلها في حاجات صغيرة عشان ما تشتش، وتعرف كويس قوي انت داخل السوق ده ايه، اللي هو سوق الابداع على قناتك في اليوتيوب. انت رايح بلد معينة فيها سياسات وفيها شروط وفيها قوانين ولوائح لازم تتبعها ما تتكسرهاش، وهو اليوتيوب، تمام. طيب، يبقى اليوتيوب اول حاجة لازم تعرف هو اليوتيوب هو بيتعامل مع مين. بيتعامل مع منشئ المحتوى اللي هو انت واحد منهم. ايوه، انت واحد منهم وانت واحدة منهم. والمعلنين اللي هم بيقوموا بالاعلانات للمنتجات بتاعتهم على شاشات قنوات اليوتيوب، تمام. يبقى اليوتيوب بيتعامل معنا احنا كمنشئ محتوى اللي هو انت واحد منهم، وبيتعامل مع المعلنين. اليوتيوب حط سياسة وحط مجموعة شروط وحط مجموعة لوائح وقوانين. ايوه، دي بلده، انت لابد ان انت تتبع كافة القوانين دي وتمشي عليها وما تكسرهاش. من ضمنها الحاجة الاهم وهي شروط تحقيق الربح. شروط تحقيق الربح هو ادالك ترخيص ان انت تفتح قناة على منصته، ان انت يبقى عندك قناة زي بالظبط قناة تلفزيونية. بالظبط، انت بتعتبر قناتك دي قناة تلفزيونية. اي برنامج على قناة التلفزيون اللي انت حضرتك بتتفرج عليه بيبقى فيه اعداد، وبيبقى فيه معدين، وبيبقى فيه مراسلين، وبيبقى فيه مونتاج، وبيبقى فيه اخراج، وبيبقى فيه كل الامور دي انت بتقوم بيها لوحدك. انت كل الامور دي كلها بتقوم بيها لوحدك. بتعمل فيديو من ربع ساعة، من تلت ساعة، من عشر دقايق ولا حاجة، بتعمله الاول، وبعد كده بتعمل له مونتاج، وبعد كده بترفعه على قناة اليوتيوب، وبعد كده بتقعد تعمل صورة مصغرة وتعمل البطاقات النهايات والكلام ده كله. كل دي امور اخراج ومونتاج للعمل اللي انت بتعمله على القناة. يبقى عشان ما تشتش مني ورجعك ليا تاني، اليوتيوب هو بيتعامل معنا احنا كمنشئ محتوى، وانت واحد منهم وانت واحدة منهم، ومع المعلنين. اللي يهمنا احنا ان احنا بنتبع سياسات اليوتيوب واللوائح بتاعته والشروط بتاعته اللي هو حطها، ما نكسرهاش عشان ما ينزرناش مرة واثنين وثلاثة واخر حاجة بيقفل القنوات دي، وان شاء الله ما يحصلش معاكم الكلام ده كله. بس خلي بالكم من ملكية حقوق الطبع والنشر اللي بيقع فيها الكتير، سواء كانت صور او كانت فيديوهات او كانت موسيقى. التلات حاجات دول تجنبوا الوقوع في ملكية حقوق الطبع والنشر، لان دي هي اساس انذارات اليوتيوب للقنوات اللي بتبدأ تخرق وتكسر القواعد واللوائح دي. طيب، انت فتحت قناتك على اليوتيوب،
اول حاجه مطلوب منك ان انت بترفع فيديوهات، قلنا الكلام ده كله، فيديوهات ذات محتوى جيد، محتوى جاذب للمشاهدين عشان تجذب المزيد من الزوار والمشاهدين على القناه بتاعتك على لمشاهده الفيديو بتاعك. قلنا لابد ان يكون عندك استمراريه، كل يوم فيديو على الاقل، كل ايوه كل يوم فيديو على الاقل. ما ينفعش ان انت تحط فيديو وتقعد بعد كده تتفرج على بقيه القنوات التانية كلها وتقول انا ما حققتش مشاهدات او ما عنديش مشاهدات او ما عنديش مشتركين. ما ينفعش ان انت تخش على اليوتيوب وتجيب فيديو وتروح جاي تصه كده على طول على قناتك وتقع في المحظور وتاخد انذار حقوق طبع ونشر، سواء كانت بالفيديو او محتوى موسيقي ايا يكن. لازم يبقى يكون الفيديو ده محتوى جيد من ابداعك انت ومن اخراجك انت، انت اللي بتعمله. لازم تظهر بصورتك اهم شيء، ولو ما ظهرتش بصورتك وظهرت بصوتك في حاجات كتيره جدا، وممكن ترجع الفيديوهات اللي انا كنت بعملها في البدايه، ما كنتش بظهر كتير بالصوره، كنت بتغاضى عن ده باشياء تانية من خلال برنامج معين. طيب يبقى انت عشان قناتك اللي انت فتحتها قلنا ان انت هترفع فيديوهات عليها، تستمر في رفع الفيديوهات، فيديو على الاقل كل يوم. سيبكوا بقى من حته الفيديو ابو دقيقه ونص ودقيقتين ده، لا سيبك من الفيديو ابو دقيقه ونص ودقيقتين ده، اقل فيديو كده يكون عندك كده 8 10 دقائق. اليوتيوب بيحب كده، واحنا قلنا قبل كده في فيديوهات سابقه برضو، اللي عايز يعرف الكلام ده يرجع لفيديوهات قناه العلم والمعرفه، هتعرف ان اليوتيوب اصلا بيفضل عنده الفيديوهات الطويلة، لان هو هدفه الاساسي ان الناس او المشاهدين والزوار يفضلوا لاطول فترة ممكنة على المنصة بتاعته، منصة اليوتيوب، بمشاهدة الفيديوهات. فكل ما كان الفيديو بتاعك اطول كل ما كان ده محبب عند اليوتيوب. طيب هنيجي نتكلم على نقطة معينة تانية. احنا خلاص قلنا محتوى جيد، انا هدي لك سيب لي الادوات اللي انت هتستعملها، انا هقولك عليها دلوقتي، انا هقولك على الادوات كلها، على التطبيقات والادوات، وعشان ما تتشتتش ومش كل شويه تقعد تدور على تطبيق وحاجه معينه تتعامل عليها، هقولك على حاجات وتطبيقات ومعدات معينه هتتعامل عليها زي ما انت عادي بالكاميرا بتاعت التليفون بتاعك، ولا هتحتاج ان انت تصرف وان انت تعمل استوديو والكلام ده كله. خلي ده مرحله سابقه ان شاء الله، لما ربنا يكرمك وتنجح وتفعل قناتك وتربح من يوتيوب اعمل انت عايز تعمله ان شاء الله، حتى تعمل استوديو خاص للقناه بتاعتك ان شاء الله. تمام، يبقى محتوى جيد، محتوى جاذب للمشاهد، اتجنب كسر السياسات ولوائح وقوانين اليوتيوب. تمام، اي فيديو انت بتعمله لابد ان انت فيه بالبداية بتبدأ بفكرة، فكرة بتعملها بتبلورها في دماغك. بس قبل بقى ما تبدأ تعمل الفكرة دي تعمل فيديو عشان تنشره على قناتك على اليوتيوب، لابد ان انت يبقى عندك اعداد. بمعنى ايه الاعداد؟ بمعنى ان انت لازم تعرف انت هتبدأ امتى وهتنتهي امتى، وهتصور المقطع ده ازاي والمقطع ده ازاي. في اعداد، كل حاجه في الدنيا بيبقى لها بدايه ونهايه، كذلك الفيديو اللي انت بترفعه ده لازم تبقى منسق وعارف كويس قوي انت هتعمل ايه. طيب ده يبقى خلاص انا كده انت وصلت لمرحله انت عملت قناتك، نبهت عليك قلت لك ارفع فيديوهات كل يوم على قناتك، ما تيأس، ما تعتمدش ان انت رفعت فيديو وتقعد كام يوم اسبوع وبعد كده فيديو، الكلام ده كله مش هينفع، صدقني مش هينفع. لازم كل يوم في المرحلة الأولى دي ترفع فيديو على قناتك وتهتم بالمحتوى، ويكون المحتوى ده خاص بك أنت، وما تكسرش لوائح اليوتيوب خصوصا ملكية حقوق الطبع والنشر، سواء كان بصور أو فيديوهات أو محتوى موسيقي. وفي موسيقى مجانية، وأنا قلت على فيديوهات قبل كده قلت لك مكانها فين. طيب نيجي للأهم بقى، واللي هو موضوع الفيديو ده، اللي هو أنت عايز او انا عايزك تحقق وهخليك تحقق ال 4000 ساعه مشاهده دول في 20 يوم. خد الادوات اللي انا هقول لك عليها دي واكتبها عشان تتعامل عليها. اول حاجه احنا اتكلمنا في الفيديو الاخير على برنامج فيديو شو للمونتاج، خليه وده سهل جدا، وخد الخطوات اللي انا قلتها، بلاش تتوه نفسك لو انت مش عارف تستخدمه ازاي، خد الخطوات الصغيره اللي انا قلتها وامشي عليها في البدايه. نمره 2،
التصفح الخفي. التصفح الخفي من خلال جهاز الكمبيوتر على أكثر من متصفح، وده هخليه آخر نقطة عشان هقول لك هتعمل إيه تحديدا في النقطة دي. نمرة 3، بيكسي، أداة بيكسي أو موقع بيكسي اللي أنا اتكلمت عليه، إن أنت إزاي تنشر فيديوهاتك من قناتك باليوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وخلافه. فيديو شو؟ بيكسي. احنا قلنا التصفح الخفي على جهاز الكمبيوتر من اكثر من تصفح، قلنا هنخليه اخر نقطة عشان ده مهم جدا، صدقني ده مهم جدا. الكلام اللي انا بقوله ده هو اللي هيخليك توصل لتحقيق ال 4000 ساعة مشاهدة في 20 يوم. تمام؟ في برنامج دوك دوك جو قلنا عليه قبل كده برضو في فيديو من الفيديوهات. في اليوسي تيربو، مع ملاحظة ان اليوسي تيربو مش بيفتح الا نافذة واحدة فقط، برضو هنستخدمه. يبقى انا استخدمه مع الدوك دوك جو في وقت واحد. تمام؟ فيديو شو للمونتاج، بيكسي عشان يساعدك ان انت ترفع كل فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تعمل لها عملية نشر. مهمة بيكسي ايه؟ مهمة بيكسي ان هو لما انت كنت بترفع او بتشير وتشارك الفيديو بتاعك من على قناتك على الفيسبوك مثلا على صفحتك الشخصية، اصدقائك لما كانوا يجي يدخلوا على الفيديو كان بيكتب لهم تسجيل دخول، ما كانش بيدخل، كان لازم يقعد الاول يسجل دخول على اليوتيوب عشان فكان بيمل ويطلع ما بيشاهدش. بيكسي ده احنا كنا بناخد الرابط، بنشارك الرابط بتاع الفيديو، بنحطه على مكانه في بيكسي، هو بينتج لنا رابط جديد، الرابط الجديد ده هو اللي بتشاركه في فيسبوك مثلا صاحبك او اصدقائك على الفيسبوك، بمجرد ان هم ما ينقروا ويضغطوا على الفيديو لمشاهدته 5 ثواني وبيشاهد الفيديو بطبيعته كأنه موجود على اليوتيوب تماما، وبتحتسب لك مشاهدة وبيقدر يعلق لك ويعمل لك اعجاب ويشترك كمان. طيب الحاجات دي كلها على جنب، واللي انا هقوله دلوقتي وضع تاني اخر، وهو ده الهدف من الفيديو ده. 4 متصفحات على جهاز كمبيوتر، وليكن منهم جوجل طبعا، اوبرا، بايبل، موزيلا. ال4 متصفحات دول وتدخل على ال3 نقط اللي موجودين اعلى الشاشة باليسار على ايدك اليمين انت، وتختار ثالث خيار اللي هو التصفح الخفي. هتدخل على اليوتيوب، هتدخل على القناة بتاعتك، هتشاهد اما قوائم التشغيل بتاعتك او بلاي اول لكل فيديوهاتك المحملة على القناة، وهتعمل حاجتين مهمين، وهما هتدخل على اعدادات الفيديو، اعدادات الفيديو نفسه على الترس اللي موجود على شاشة الفيديو على الكمبيوتر، وهتختار الجودة زي ما قلنا قبل كده على 144 عشان الباقة ما تتسحبش منك بسرعة، وهتختار السرعة على 2، هتضاعف السرعة لان اليوتيوب اصلا بيحتسب المشاهدة للفيديو كمشاهدة كاملة، ما بيحسبهاش بالدقايق. طيب ازاي انت قلت لنا ان احنا هنحقق بقى ال 4000 ساعة مشاهدة دول في 20 يوم فقط؟ لو انت مجموعة الفيديوهات عندك ما تكملش 10 ساعات، حاول تدخل على اليوتيوب، حاول تدخل على اليوتيوب على الكمبيوتر وتختار فيديوهات كبيرة تكون جاذبة، وتعمل لها عملية فلترة. فلترة بمعنى ايه؟ ان انت عايز توصل لفيديوهات اللي هي Creative Commons، اللي هي مسموح بإعادة نشرها، وترفعها على قناتك. وليكن هتلاقي فيه فيديوهات 2 ساعة وفيديوهات 3 ساعات وفيديوهات 4 ساعات هتكمل بيهم مجموعة الفيديوهات اللي عندك في القناة. لو انت قناتك 6-7 ساعات او 8 ساعات او 10 ساعات يبقى كده تمام.
احنا بنتكلم كده على مجموعة فيديوهات في قناتك، لو 10 ساعات 4 متصفحات ب40، 4 متصفحات بس ب40، في 5 مرات في اليوم، لان احنا عاملين السرعة على 2، 5 مرات في اليوم احنا بنتكلم في 200 ساعة، في 200 ساعة في اليوم. اقسم ال 4000 ساعة مشاهدة على ال 200، هدي لك 20 يوم. وطبعا انت عندك امكانية ان انت كل متصفح من المتصفحات دول ممكن تفتح عليه نافذة واثنين وثلاثة. انا بس عشان ما تضغطش على الباقة خلي كل متصفح نافذتين. يبقى انت مش 20 يوم، لا انت هتوصل ل10 ايام كمان. جماعة ركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام اللي انا بقوله ده يمكن الكثير من القنوات طبعا لهم كل احترام والتقدير ممكن ما يقولكش الكلام ده بالمصداقية اللي انا بقولها لك. انت صعبان عليا من ان انت عمال رايح جاي على القنوات، رايح جاي على الجروبات، ورايح جاي على الجروبات بالفيسبوك، ورايح جاي على جروبات واتس والكلام ده كله. ما حاك ظهرك الا ظفرك، يعني ما حدش هيساعدك الا انت، انت اللي هتساعد نفسك، واللي انا بقوله لك ده انت هتعمله بنفسك ان شاء الله وربنا هيوفقك. ورجعوا للفيديو بتاع محمد بتاعت الفطير المشلتت، السايبر واختك اللي بتشاهد لك واخوك اللي بيشاهد لك واصدقائك، وانت اللي هتعمل الجزء الاكبر، انت اللي هتقدر توصل للنجاح بنفسك. صدقني لو نفذت الكلام اللي انا قلته لك ده انا كده جبت لك الموضوع كله بخلاصة. معظم اليوتيوبر اللي هم دلوقتي قنوات كبيرة بالتوفيق لهم يا رب جميعا ان شاء الله، ما كانش عندهم الشروط اللي موجودة عندك دلوقتي، ما كانش عندهم 4000 ساعة مشاهدة ولا 1000 مشترك، لا انت كنت بتفتح القناة على طول، على طول في التول لحظة تفتح القناة من هنا وتفعلها وتربطها بحساب ادسنس. تمناتي لكم جميعا بالتوفيق. وقبل ما انسى، انا ان شاء الله الفيديو اللي جاي بامر الله انا هخصصه لقنوات الطبخ تحديدا، لاني الملاحظ كده على اليوتيوب كده ان قنوات الطبخ بدأت يعني تتهاوى، كلها تقليد في تقليد، كله بيقلد بعض. لا يا ستي انا مش عايزك تقلدي، انت لازم تكون اعملي اللي انت مقتنعة بيه واللي انت بتحبيه، اعملي اللي انت بتحبيه. مش دي بتبدأ بتقول يا حبايبي هتقول انت حبايبي، او دي بتبدأ من هنا بتنتهي هنا، انت هتبدأ زيها. المحاكاة والتقليد مرفوض تماما في اليوتيوب. هو ما اليوتيوب معمول اصلا، القنوات معمولة اصلا عشان الابداع. يمكن انت باللي انت هتعمليه بطبيعتك كده يكون افضل من قنوات تانية كبيرة. تحياتي لكم جميعا، ويا رب يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، وتقدروا تحققوا ال 4000 ساعة مشاهدة بعد مشاهدة الفيديو ده، بس شرط تنفذوا الكلام اللي انا قلته عليه. ما تنسوش اعجابكم للفيديو، تعليقاتكم تهمنا ودعم ليا اذا كنتوا عايزين تدعموني، يعني مفيش مشاكل. لو مش مشترك اشترك في قناة العلم والمعرفة. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.